بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. عظم الله أجورنا وأجوركم باستشهاد سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين عليه السلام. كثير من الأخوة والأخوات يبعثون برسائل حول قضية ألم الخاصرة أو ألم الكليتين، كيف يتخلص منها؟ رجاء استمعي. عن عبد الله بن سنان قال: سأل أبي عبد الله الحسين عليه السلام، أو سأل أبي، لأقرأ لكم الرواية بالتفصيل قليلا، سأل أبي أبا عبد الله الصادق عليه السلام: هل كان عيسى عليه السلام يصيبه ما يصيب ولد آدم؟ فقال الإمام الصادق عليه السلام: نعم، ولقد كان يصيبه وجع الكبار في صغره، ويصيبه وجع الصغار في كبره، ويصيبه المرض، وكان إذا مسه وجع الخاصرة في صغره، وهو من علل الكبار. قال لأمه مريم سلام الله عليها: ابغي لي عسلا وشونيز وزيتا فتعجني، أي بمعنى تأخذ العسل مع الحبة السوداء مع زيت الزيتون، تخلط هذه الكمية مع بعضها البعض حتى تصبح خليطا متجانسا، يعني بمعنى أخذ لي فد ملعقة ملعقتين من العسل، نصف ملعقة إلى ملعقة، يعني ملعقة صغيرة من الحبة السوداء، ثم بعد ذلك بملعقة أو ملعقتين من زيت الزيتون، وأقوم بجعل هذا المخلوط يتجانس بشكل جيد. قال عيسى عليه السلام لأمه مريم عليه السلام: فتعجني، ثم أتيني به. فأتته به فأكرهه، أي إنه لا يريد أن يتناوله. فتقول له مريم عليه السلام: لما تكرهه وقد طلبته؟ فقال عيسى عليه السلام: هاتيه يا أمي، نعدته بعلم النبوة وكرهته لجزع الصبي، يعني بمعنى أنا لدي عقل الأنبياء ولكن بجسم الأطفال، ولذلك أنا يعني وصفت لك العلاج ولكن لدي روح الأطفال التي لا تشتهي الدواء. على كل الأحوال، فعلماؤنا الأعلام دائما وأبدا إذا ما توجعوا من ألم الخاصرة من ألم الكليتين يفعلون ذلك، يأخذون الحبة السوداء الشونيس وكذلك العسل وزيت الزيتون، يأخذون ملعقتين من العسل ملعقتين من زيت الزيتون وخاشوق، يعني ماذا أقول، ملعقة متوسطة من الحبة السوداء، يقومون بخلطها بشكل جيد، هذه الخاشوقة الموجودة يعني كما نعرف باللهجة العامية، وبعد ذلك هذا الخليط المتجانس يأخذون منه يعني قدر الإمكان ملعقة كبيرة بعد كل وجبة طعام أو قبل وجبة الطعام، لا يؤثر أبدا وهو نافع ويرفع الألم فورا وينظف الكليتين، سبحان الله بشكل عجيب. لا بأس بأن تكتب كما قال الإمام الصادق عليه السلام بورقة، تكتب سورة الانشراح، فإنها تفت الحصاة فتا كما جاء في الرواية، تفت الحصى حصى الكليتين فتا وتذهب بألم الكليتين. أكتبها بقلم رصاص أو جاف، أضعها في الماء قليلا لأقل من دقيقة وأخرج الورقة ثم أشرب الماء. وفي خدمتكم إن شاء الله تعالى. برنامج صباحات ولائية أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.